احتفلت رعية القديس شربل المارونية في عمان بافتتاح السنة اليوبيلية 24 على تأسيس الكنيسة، وذلك بحضور حشد كبير من المؤمنين. وأقام خادم الرعية الخوري جوزيف السويد الذبيحة الإلهية المقدسة على نية جميع الكهنة الذين خدموا الرعية الخدمة الصالحة، مشيرا في عظة القداس إلى تضحيات المؤمنين على انتهاج برنامج يسوع المسيح الخلاصي. أطلق المقهورين أحرارا. القهر زاد أخوتي، وانتوا بتعرفوا، انتوا بتعرفوا قديش في ناس تعبانين مقهورين بدهم الصرف يخلصوا بقى، وهيدول المقهورين عم بتشوفون بالساحات بالشوارع، بتشوفون مقهورين ببيوتهم. على قد منهم مقهورين بتصفي حياتهم بلا طعم بلا لون بلا معنى. شو بدك تعمل؟ عليك أن تطلق المقهورين اللي هن مرات أهل بيتنا أحرارا، تخليه يصير أكثر فرحا أكثر سعادة، أعطوه حريته مثل العصافير اللي قاعدين بالقفص مبسوطين بصوتهم عم بترغلوا بس هن مسجين. أطلقوهم أحرارا. وبالنهاية بقول وأنادي بسنة مقبولة، بيوبيل مقبول. لذلك أعلنت مبارح إخوتي على مسامع إخوتكم إطلاق سنة يوبيلية برعية مار شربل عمان. ليش عم بقول هالشي؟ لأنه أبونا جورج، سيدنا جورج شيحان، من 24 سنة لما تأسست هالكنيسة، وتحية لقلبه وتحية لقلوبكم، تحية لكل إنسان سكب نقطة عرق بهيدا المطرح، تحية لكل إنسان قدم صهر حط إيده بالورشة مع أبونا جورج، يمكن اهتم يمكن انهم يمكن رفعت سماعة والتليفون وعمل اتصال. انتوا قلوبكم بتعرف قديش اخوتي اشتغلت، قدم صوته قدم حضوره بهالكنيسة، صار مارق 24 سنة، وهالسنة سنة يوبيلية، سنة يوبيلية يعني نحتفل سوا بانه منفتتح السنة هلأ منسكرها سنة الجاي باخرها ب 18 تموز، ومنقول نعم فلتكن هذه السنة سنة مقبولة لدى الرب. وبعد انتهاء مراسم القداس الإلهي أقيمت أطواف بالذخائر والأيقونة العجائبية للقديس شربل في باحة الكنيسة. بعدها توجه الجميع إلى الكنيسة للاحتفال بسهرة روحية خاصة تخللها ترانيم روحية من أداء المرنمين جوانا كوزمو وإيلي أسمر. وخلال الاحتفال قام الفنان التشكيلي غسان محفوظ برسم لوحة زيتية للقديس شربل.